صباح الخير، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم راح نبلش بشابتر نتابع شابتر 11، بس اليوم راح نبلش بالسكشن الخامس. هو هذا يعني بيحكي عن إنه كيف الديترمنت فورم للزيرو على زيرو، يعني إنه بين قوسين كيف نحسب الليمت لما إكس حتقول لرقم الاقترانات لما يكون صفر على صفر، تمام؟ يعني بشكل عام الفورم الرئيسي اللي بيجي بحكي لك اذا كانت الليمت لما اكس او ان حتقول للصفر لرقم معين، مش شرط الصفر، اف الاكس على جي الاكس كانت صفر على صفر، بهاي الحالة شو بقى؟ يعني لما اجي تعوض، هسا حكينا انه الاصل في النهاية التعويض المباشر، نيجي بنعوض هاي، نيجي بنعوض هاي، اذا طلعت صفر على صفر ايش طريقة المعالجة؟ بروح بحكي الليمت لما ان حتقول لعند الرقم نفسه مشتقة البسط لحال على مشتقة المقام لحال، وبصير بعدين بعوض. هاي يعني هذا الاشي الاساسي بهذا الاشي. خلينا نشوف امثلة كيف. يعني بيجي بيحكي لي ليميت لما اكس حتقول لاثنين، اثنين اكس على 5 اكس زائد 1. لا، زي ما حكينا الاصل في النهاية التعويض المباشر. بنيجي نعوض 4 على كم؟ على 11. خلص طلع جواب، هذا الجواب. خلص هاي هيك، هاي اول فورم بيجي بحكي لك. الفورم الثاني ممكن تيجي يحكي لك الليمت لما اكس حتقول مثلا للواحد اكس تكعيب ناقص واحد على اكس ناقص واحد. هاي كيف كنا كيف كنا نحلها بالتوجيهي؟ كنا نحكي نحل البسط اللي هو اكس ناقص واحد في اكس تربيع وهيك، تمام؟ لكن هون كانت راح تبلش بطريقة يعني هاي وتساوي الاصل في النهاية تعوض مباشر، واحد ناقص واحد صفر على صفر. على حققت الشرط هذا ايش بروح بحلها؟ بشتق البسط لحال والمقام لحال، 3 اكس تربيع على 1 ليميت لما اكس حتقول للواحد. هسه برد بعوض كم طلعت؟ 3. بروح بعوض 3 على 1 وتساوي 3. هاي الجواب. جرب حلها بهذيك الطريقه اللي حكيت لك عنها، اول وحده اكس ناقص 1 فرق بين مكعبين، بيطلع نفس الجواب معك. نشوف كمان مثال على هاي الفكره. ممكن تيجيك للاقترانات المثلثية، يعني مش للمثلثية، للاقترانات المثلثية والبولونوميا والإكسبوننشال واللوغارتم، لكله ممكن تيجيك. فزي هاي في بحكي لي كوساين لإكس ناقص واحد على إكس لما إكس حتقول لوين؟ للصفر. أصل في النهاية التعويض المباشر، عوض كوساين للصفر واحد ناقص واحد صفر على صفر، اشتقاق ساين الكوساين سالب ساين للإكس على كم؟ على واحد لما إيش؟ لما الليمت حتقول لإكس صفر. الأصل في النهاية تعويض مباشر، ساين الصفر صفر على واحد وتساوي صفر. هاي الجواب. شوف نشوف كمان واحد غيره. ليمت لما إكس حتقول مثلا للصفر، 3 إكس ناقص واحد على 2 اكس. هسا الاصل في النهاية التعويض مباشر، ليمت الاكس لما هتقول للصفر لما تعوضها هون هتطلع واحد ناقص واحد، يعني صفر على صفر. مش متأكد، مش مقتنع، جرب يعني حلها على اللين. كيف مشتقة الاقتران الاسي؟ زي ما حكينا تاخذ اللين اله للطرفين وبتحله مباشرة، او لما بدك تشتقه نفسه شوي بس لين لما اكس هتقول للصفر نفسه في لين الرقم اللي جوا على 2 وتساوي عوض الصفر 1 لين الثلاث على 2. يعني الهدف من هذا هذا الشابتر السكشن من هذا الشابتر انه تحل اسئلة ما لا نهاية، تحل اسئلة ليمت كثير. هاي رقم الصفحة رقمها 1. نشوف كمان مثال بيجي بحكي لك لو كانت الليمت لما
اكس حتقول للصفر اي قوة اكس ناقص واحد على اكس. كيف مشتقتها هاي؟ مشتقة الاكسبوننشال اول اشي الاصل في النهاية تعويض مباشر، اي قوة صفر واحد ناقص واحد، صفر على صفر. هسا بشتق مشتقة الاكسبوننشال، مشتقة ما داخله يعني الاكس هاي في نفسها، يعني واحد في اي قوة اكس، مشتقة الثابت صفر على واحد، عوض الصفر واحد على واحد وتساوي واحد. هاي حلينا هذا الشيء. نشوف كمان مثال، يعني الهدف انا انه احلل لك اكثر شيء، يعني هاي قاعد بعطيك كل الافكار. هون اعطيتك انه يجي سؤال مباشر، هون اذا اعطيتك اياه الاقتران بولونومي كيف الحل، الاقتران مثلثي، الاقتران اذا كان اسي بهذا الشكل، وتذكرتك بهاي الشيء انه كيف مشتقة هاي الاقتران الاسي. وهون باجي بحكي لك عن الاقتران الاكسبوننشال، واخر واحد خليني اجربه اللي هو اقتران الليمت، الليمت لما اكس اللين قصدي لين الاكس زائد اثنين على اكس زائد واحد. الاصل في النهاية ايش حكينا؟ التعويض المباشر، عوض لين الواحد صفر على صفر، مشتقتها ليمت لما اكس حتقول للسالب واحد، مشتقة اللينت مشتقة ما داخله على ما داخله، واحد على اكس زائد اثنين على واحد، عوض تعويض مباشر كم؟ سالب واحد، بتصير واحد على سالب واحد زائد اثنين، يعني واحد على واحد وتساوي واحد. هاي بشكل عام. في سؤال جابولنا اياه عدوري يعني بال 2018 اللي هو ايش بحكي لك؟ الليمت لما اكس حتقول للصفر من اليمين اثنين جذر الاكس على جذر الاكس زائد ساين جذر الاكس، معطيك هيك. هاد كيف حكينا؟ الاصل في النهاية التعويض المباشر، صفر على صفر زائد صفر مباشر، صفر على صفر. بروح ايش بعمل؟ اشتقاق، حكينا اشتقاق، مش عارف تحلها اشتق. شو مشتقة هاي؟ مشتقة الجذر، مشتقة ما داخله على اثنين في الجذر ما داخله، يعني صفت اثنين فمشتقتها اثنين جذر الاكس، مزبوط؟ على هاي شو مشتقتها؟ واحد على اثنين جذر الاكس. مشتقة الساين كوساين جذر الاكس، مشتقة الزاوية الداخلية اللي هي واحد على اثنين جذر الاكس، مزبوط؟ اسحبها هاي عامل مشترك. شو صفى عندي السؤال؟ هاي مع هاي صفى السؤال عندي ليمت، طبعا لا ننسى هذا الاشي، لما اكس حتقول للصفر من اليمين ليمت لما الاكس حتقول من الصفر من اليمين، واحد على جذر الاكس، حكينا نسحب هاي واحد على اثنين جذر الاكس من كل واحد، واحد زائد كوساين جذر الاكس، هاي مع هاي راحت. هاي اول شغلة صفت عندك ايش؟ نص على واحد زائد واحد كوساين جذر الاكس، ليمت لما اكس حتقول للصفر من اليمين، الاصل في النهاية تعويض مباشر. هسا نص هاي واحد على واحد زائد كوساين جذر الاكس اللي هو كوساين الصفر، كم كوساين الصفر؟ واحد، وتساوي ربع، نص النص ربع.